أطل ميشيل هايك ضيفا مع الإعلامي نيشان في حوار من نوع آخر على الجديد، تحدث فيه عن ميشيل الإنسان وأطلق سلسلة من التوقعات حول لبنان والمنطقة. وفي ختام الحلقة أطلق هايك توقعات صادمة تخص حياة نيشان وتوجه إليه بنصيحة مباشرة على الهواء طالبا منه التحلي بالصبر والإيمان. وإليكم التفاصيل. قدم ميشيل هايك بعضا من التوقعات خلال إطلالته في حلقة خاصة مع الإعلامي نيشان على قناة الجديدة، أولها معاهدة السلام التي وقعت والتي ستوقع بالحبر بين إسرائيل وبعض البلدان العربية، سيقابلها عمليات مواقعة بالدم من أكثر من موقع. ثانيا، أردوغان يخطط لما بعد آيا صوفيا وردات فعل ومفاعيل رجعية على قرارها الأول المتعلق بآيا صوفيا. ثالثا، هزيمة لفيروس كورونا بعلاج بسيط حتى لا أقول سخيف، وبعد هذه الهزيمة ستفتح عشرات الملفات التي تضم عشرات الفضائح ذات الصلة بهذا الفيروس من بلد المنشأ وبداية انتشاره وصولا إلى اليوم. رابعا، صفحات تاريخية مليئة بالألغاز سيكون محورها البابا فرانسيس والأمير محمد بن سلمان. خامسا، من دون سابق إنذار وبلحظة كالبرق سيلمع اسم بشار الأسد وسيتسبب بصدمة خارج حدود سوريا. سادسا، عملية ثأرية انتقامية خطيرة تحمل اسم قاسم سليمان بارتدادات عالمية بعيدة المدى. سابعا، لن يبقى اسم العقدة في لبنان حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله، وسيكون الحل أيضا حزب الله ونصر الله في وجهين وأسلوبين. ثامنا، لا يزال صوت نتنياهو يضج في رأسي وصدى تهديده للبنان لا يفارق سامعي. تاسعا، أدوار بارزة لفنانين في صنع القرار في لبنان الجديد وكما في لبنان وأيضا في سوريا. عاشرا، التسوية الرئاسية الحكومية ستكون شرارة تولع تسويات أخرى رئاسية حكومية، واللعب بالنار سيفتح شهية اسمين جديدين على رئاستي الحكومة والجمهورية. مجموعة كلمات هي مفاتيح توقعات للبنان وارتباطها ببعض. الكلمة الأولى، سقوط متقطع متنقل متنوع بفئاته وأسبابه وأشكاله، سقوط ثم سقوط لشخصيات من الصف الأول والثاني والثالث لينجح لبنان. والثانية، انقلاب من فوق لتحت ومن تحت لفوق، متشقل متداخل عجيب غريب، كله ينقلب على كله. أما الثالثة فهي المنظومة بداية حيل المنظومة بدم ساخن ولهيب نار. الرابعة، الرحيل، اختفاء وجوه تعددت الأسباب ولكن الاختفاء سيكون واحدا والعنوان رحيل. والكلمة الخامسة هي الأعجوبة، فهناك أعجوبة إنقاذية كبيرة ستحصل في لبنان تحمل بشائر إنقاذ لبنان من شلله. لكن هايك عاد ولفت إلى تنبهه لأعجوبتين ستحصلان في لبنان، الأولى من صنع البشر والثانية من صنع السماء. ختام متوقعات هايك كانت صادمة. اتوجه إلى نيشان بالقول، رأيت فكرة خطيرة عليك أن تخرجها من تفكيرك، هناك إشارة معينة أوحت لي بأنك لا تستطيع أن تخرج هذه الفكرة من رأسك، ما أخاف منه كلمة انتحار، لا أعلم وإذا كان بجانبك مسدس، وحاولت أن تقدم على فعل ما في حياتك. وأضاف، من ردك عن هذا الفعل المرة الأولى والدتك وإلا لما كنت اليوم في المكان الذي أنت فيه. ودعا هايك نيشان إلى طرد هذه الأفكار من رأسه لأن هناك صفحة بيضاء وحياة جديدة، وقال أترك ما يسمى بفكرة الانتحار وتخلى عن السلاح الذي تملكه. حالة الارتباك بدت واضحة على نيشان، لسيما بعد سؤال هايك له ما إذا كان بجانبه مسدس منذ أسبوع أو أسبوعين، ففضل نيشان عدم الإجابة وقال يبقى توقعاً.